يعد العقاب المخادع من أقوى الطيور على كوكبنا. إنه شديد الافتراس ويمكنك العثور عليه في المناطق الاستوائية من أمريكا الوسطى والجنوبية. وفيما يتعلق بقدرته على رفع الأشياء، فقد سبق أن نجح في رفع 18 كيلوغراما. إناث هذه الفصيلة أكبر وأقوى، ويمكنها رفع أوزان أثقل من ذلك في بعض الأحيان. لكن ربما تتساءل، لماذا تحتاج هذه الطيور إلى رفع تلك الأوزان الثقيلة؟ حسناً، ذلك لأن قائمة طعامها تتضمن غالباً صيد ثدييات أكبر منها حجماً مثل حيوانات الكسلان أو حتى القردة. تستمد طيور العقاب قدرتها على الأغلب من مخالبها الحادة، والتي تماثل حجم اليد البشرية تقريباً، وهي ليست جيدة في حمل الأشياء فحسب، بل تساعدها أيضاً على سحق عظام فرائسها. طيور البوم قوية أيضاً، والبومة القرناء الكبيرة من بين أقوى الطيور على وجه البسيطة. تعيش هذه الفصيلة في أمريكا الشمالية والجنوبية، وبالنسبة لتفضيلاتها الغذائية، غالباً ما نجدها تصطاد الثدييات الصغيرة مثل الأرانب والقوارض. في المتوسط يمكن أن يصل وزن الذكر البالغ من هذه الفصيلة إلى كيلوغرامين ونصف، لكن بإمكانه رفع ما يصل إلى 4 أضعاف وزنه، ويرجع الفضل في هذا إلى المسافة الكبيرة بين جناحيه التي تصل إلى 1.5 متر، ومخالبه القوية التي يمتد طولها إلى 7.5 سنتيمترات. أكبر أنواع الصقور على كوكب الأرض هو السنقر، يصل وزنه إلى حوالي 1.3 كيلوغراما، وبإمكانه رفع أوزان تصل إلى 2.2 كيلوغرام. هذا أشبه بكونك قادرا على الطيران وأنت تحمل دب باندا، وتصل المسافة بين جناحيه أيضا إلى حوالي 2 متر، بالإضافة إلى مخالب حادة جدا يصل طولها إلى 8 سنتيمترات. لا عجب في أن السنقر هو أحد أكثر الحيوانات المفترسة شراسا في المنطقة القطبية، وهو يتغذى على الطيور في الغالب مثل الترجمان والطيور المائية والطيور الدراجة أو حتى بعض الصقور الأخرى. عقاب الرخماء هو الرمز الوطني للولايات المتحدة، ويتميز بقوته وميله إلى العزلة. يتراوح وزنه ما بين 3 و6 كيلوغرامات، وهو طويل أيضاً إذ يصل طوله إلى 71 وأحياناً 101 سنتيمتر. وأثقل وزن مسجل تمكن عقاب الرخماء من حمله حتى الآن يناهز 7 كيلوغرامات. والأمر المثير للاهتمام هنا أن نظامه الغذائي يعتمد بشكل كبير على الأسماك، وتفسر قدرة عقاب الرخماء على حمل هذا الوزن الثقيل بعرض جناحيه الكبير الذي يتراوح ما بين 180 و 230 سنتيمترا. وعلاوة على ذلك يمتاز هذا الكاسر أيضا بسرعة غوص مذهلة تصل إلى 160 كيلومترا في الساعة. يطلق على أحد أكبر الطيور الجارحة في أمريكا الشمالية والجنوبية اسم الباز أحمر الذيل، وعندما تمعن النظر في بياناته ستجد أن وزنه يصل إلى حوالي 1.6 كيلوغراما، ويمتد جناحاه لمسافة 1.3 مترا، وتنمو مخالبه القوية إلى حوالي 8 سنتيمترات. وتماما مثل السنقر، بإمكان هذه الطيور القوية أن تحمل ما يصل إلى ضعف وزنها. ستجدها تصطاد السناجب والأرانب عموما، لكنها تستمتع بصيد الطيور الصغيرة أيضا إلى جانب الأسماك والزواحف. من المدهش أن تعرف أن من يستحق الميدالية الذهبية في رفع الأثقال على كوكبنا ليس طائرا وإنما حشرة، النحل الطنان، إذ يمكن للنحلة رفع ما يصل إلى 80% من وزن جسمها وهي تطير في الهواء، وهذا كثير حتى لو كانت تجر هذا الوزن على الأرض. والنحل الطنان ليس قويا فحسب، بل يبدو أنه يتمتع بمعرفة عظيمة أيضا. للوصول إلى الكثير من الزهور لجمع حبوب اللقاح، يستخدم النحل الطنان حسابات معقدة قد تصعب حتى على أجهزة الكمبيوتر المتطورة، ذلك لأن هذه الحشرات المذهلة تأخذ في اعتبارها جميع العناصر والمقاييس لضمان دقة النتائج بشكل مذهل. ينظر النحل الطنان إلى المسافة التي يحتاج إلى قطعها مع حساب مقدار الطاقة المتبقية لديه، ويستخدم أيضاً اتجاه الرياح لتعزيز سرعته. كما يمكنه رصد ومعرفة الزهور التي تمتلك حبوب لقاح أعلى جودة قبل أن يتجه إليها. وإذا لم يكن كل ذلك مبهراً بما يكفي، فاعلم أنه لا يحتاج إلى التوقف كل مرة لإجراء كل تلك الحسابات، بل يفعل ذلك أثناء الطيران. البعوض مذهل أيضا فيما يتعلق بمهاراته في الطيران، ليس بسبب مقدار الوزن الذي يمكنه رفعه، رغم أن ذلك مذهل أيضا. بإمكان بطن البعوضة حمل 3 أضعاف وزنها،
لكن أسلوب طيرانه الفريد هو ما يجعله مميزاً وصعب الدراسة أيضاً. في البداية يقضي البعوض وقتاً طويلاً في الهواء للتزاوج والصيد، بل ووضع البيض كذلك. وبسبب صعوبة دراسة طريقة البعوض في الطيران، افترض الناس لمدة طويلة أن مهاراته سيئة فحسب. لكن في عام 2017 تمكن فريق من الباحثين أخيراً من اكتشاف الطريقة التي يطير بها البعوض في الهواء. استخدم العلماء 8 كاميرات متطورة من أجل التجربة، تستطيع كل واحدة منها تصوير 10,000 لقطة في الثانية. النحل أو الذباب على سبيل المثال تضرب الرياح تحت أجنحتها الكبيرة ويستخدمها لتعزيز سرعة طيرانها. بالمقابل يستخدم البعوض مجموعة من الحركات المتداخلة، فلديه أجنحة قصيرة يستخدمها بحركة دوران. وهذا النمط الفريد في الطيران يسمح للبعوض بخلق جيوب من الهواء تدفعه إلى الأمام وتبقيه طافيا في الهواء في الوقت نفسه. حاول أن تتخيل نفسك وأنت تخرج يدك من نافذة السيارة أثناء القيادة. في كل مرة تغير فيها زاوية يدك يمكنك أن تشعر بأنها ترتفع، وينتج هذا عن ذلك الجيب الهوائي الصغير الذي يحبس الهواء في راحة يدك. وهذا ما يفعله البعوض تماما، مما يسمح له بالتحرك في أي اتجاه يرغب فيه بسرعة الكافية. والآن وقد عرفنا أن جميع الكائنات التي تطير على كوكبنا يمكنها تحمل الكثير من الوزن، حان الوقت لنطرح السؤال التالي: هل يمكن لمجموعة من الحشرات أن ترفع إنساناً؟ الإجابة معقدة بعض الشيء، لكن لنبدأ بإلقاء نظرة على البيانات. بإمكان الذبابة المنزلية العادية رفع ما يصل إلى 10 ملغرام، أي حوالي 1 في المليون كيلوغرام، وهذا يعادل 50% من وزن جسدها. لك أن تتخيل مدى صعوبة الأمر. حاول أن تحمل 25 كيلوغراماً والطيران في الوقت نفسه. إذا قسمنا حوالي 50 كيلوغراماً على عدد الذبابات المنزلية التي يمكنها حمل هذا الوزن، ستبدو الإجابة بسيطة. ستحتاج إلى 5 مليون ذبابة منزلية لترفعك عن الأرض. انتظر لحظة، مجرد حساب عدد الذبابات المنزلية التي نحتاج إليها لا يعني أننا انتهينا من الحل. أولاً تخيل مقدار الوقت الذي تحتاج إليه لتجميع 5 مليون ذبابة منزلية، وستظهر بعد ذلك مشكلة أخرى، مساحة السطح. كي تتمكن كل حشرة من تلك الحشرات من رفع الوزن المقرر لها، ستحتاج إلى لمسك بشكل مباشر. في المتوسط تبلغ مساحة سطح جسم الإنسان البالغ حوالي 1.6 متر مربع، وتحتاج كل ذبابة منزلية إلى حوالي 1.6 سنتيمتر مربع من السطح. سأعفيك من الحسبة، هذا يعني أن بإمكان حوالي 39,660 ذبابة فقط من الوقوف على جسدك في نفس الوقت. ماذا لو وقفت ذبابات فوق ذبابات أخرى؟ لن ينجح ذلك، لأن التي ستكون بالأسفل لن تتمكن من استخدام أجنحتها. يمكنك التفكير في ربط كل ذبابة بخيط قوي ومن ثم ربطه بك، لكنك ستحتاج إلى مادة قوية جدا ورقيقة في نفس الوقت بما يكفي لربطها بالذبابة. قد لا تكون الفراشات قوية مثل نحل الطنان، لكنها تستحق أن تنضم ولو بشكل شرفي إلى هذه القائمة. بالتأكيد لا تحتاج الفراشات إلى رفع أو حمل الأشياء، لكنها تحتاج إلى قوتها لتتجنب المفترسين وتتمكن من الطيران. والأهم من ذلك أن الفراشات يجب أن تكون قوية بما يكفي للخروج من الشرنقة حتى تتمكن من النمو بشكل سليم. بمجرد تشقق الشرنقة يتعين على الفراشات إيجاد طريقها نحو الخروج، يحتاج معظمها إلى التقلب لتكون في وضعية أفضل، وبعد ذلك تشق طريقها إلى خارج الشرنقة. كل ذلك يتم في ظرف دقائق أو حتى ثوان في بعض الأحيان. حشرات العث رائعة أيضا، لا يمكنها حمل الكثير من الوزن، لكن بعض الدراسات أظهرت أن بإمكانها نقل شريك حياتها بعيدا عن الخطر عند الضرورة. الأمر ليس لطيفا ورومانسيا فحسب، بل يوضح أيضا أن بإمكان العث أن يحمل مقدار وزنه أثناء الطيران، إلا أن المسافة المقطوعة ستكون قصيرة جدا، لأن طاقة هذه الحشرات تستنفذ بسرعة كبيرة.